شاب يبلغ من العمر 19 عاما فقط وعالم الكرة يشيد به يوما بعد يوم، انه ماريو غوتسي لاعب دورتموند الذي تألق الموسم الماضي وجلب الانتباه حتى ان القيصر قارنه بليونيل ميسي. لقد كان موسما استثنائيا بالنسبة إلي، تعلمت الكثير وأنا الآن أريد أن أفجر طاقاتي. في نظري فريقنا يحتوي على عديد اللاعبين الممتازين، وهذا مفرح وممتع في نفس الوقت. نحن نكمل بعضنا البعض، نتفاهم بشكل كبير في المباريات وأيضا خلال التمارين. Die Idee des anderen und viele lesen das Spiel von uns relativ gut und von daher klappt das eigentlich auf dem Platz oder auch im Training oder bei den Spielen richtig gut. Man muss يجب أن تأخذ قراراً وبسرعة حول وجهتك المقبلة. يجب أن تتأكد من مشاعرك تجاه المستقبل ولا تدع الوقت يمر. رغم الأضواء والشهرة، غوتسي دائماً متواضع. يجب أن تركز أقدامك على الأرض وتبتعد عن الأوهام. von sich selbst so überzeugt zu sein, dass man abhebt. Ich denke, das kann eigentlich nur schaden. ماريو غوتس صديق الكرة يستمتع بوقته كثيرا مع دورتموند. Natürlich immer die Tore. بطبيعة الحال الأهداف رائعة في كرة القدم، لكن أيضا المراوغات شيء جميل والسرعة والعمليات المتقنة. كل هذه الأشياء جمهورنا يريدها دائما ويريد متابعتها. أتمنى أن أبتعد عن الإصابات وأن أسجل أهدافا وأضع أهدافا وأحصد الألقاب مع دورتموند. فرصة لمتابعة غوتسي هذا الموسم في البوندسليغا وكأس ألمانيا وكذلك في تشامبيونز ليغ.